Di kedahan space بعد كده اكتب كلمة مارك زي ما عملت. اعمل علامة اكبر من وايكوال اكوال. بعد كده هكتب 80 والكولون بعد كده هكتب هعمل انتر هكتب برنت من قوسين دبل كوتيشن كابس لوك وليتر بي وقتي برضو هعمل الف الف قصدي مارك اكتب بره كلمة مارك أكبر من أو يساوي 75 والكولون بعد كده أعمل إنتر بعد كده هكتب هكتب برنت برنت وبرده القوسين والدبل كوتيشن وال وسي بلس سي كابس لوك هقفل الكابس لوك واعمل الف اكبر من او يساوي 70 والكولو كده هعمل انتر عشان اعمل برنت كولو تي بعد كده القوسين والدبل كوتيشن وهكتب جواهم نمبرز 65
معلش ماما انت سنين عايشة خد بس مسافة من هنا وقال ده تاني مارك برضو أو غلط أكبر مني أو يساوي بعد كده هعمل 65 وعملت الكولون أهم علامة انت برضو برنت قوسين دبل كوتيشن ودي بلس دي بلس هعمل بقى المرة دي إلس الف قصدي الف مارك أنا أساوي ثانية واحدة بعد كده اعمل ايكوال 60 واعمل كولون بعد كده اعمل انتر برنت دبل كوتيشن ودي دلوقتي بقى هكتب الالز عشان لو مطلعش اي حاجة من دول هتبقى فيلد رن ثانية واحدة في حاجة بس غلط عملتها اصلحها دبل كوتيشن بعد كده لتر اف بس ونرن بقى
نعمل بقى دلوقتي رن ونكتب الدرجة اللي احنا عايزينها. هعمل مثلا 60. هعمل انتر. هعمل رن تاني بس عشان اختفت. 60 طلعت دي. طلعت بدي. ممكن كمان نجرب واحد تاني. اعمل ران تاني وانتر ذا مارك مرة تانية. هعمل مثلا 70. دوس انتر. هي هتبقى سي بس. شكرا ليكم.